متابعي ومتتبعات موقع أسفل الآن، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج حديد ومغزل. برنامج حديد ومغزل يستضيف في هذه الحلقة السيد بن عز عبد الجليل، نائب سلالي عن الجماعة السلالية أهالس المزيد بمدينة أسفي. تقلد هذه المهمة منذ أواخر شهر يونيو 2018. نستضيفه اليوم لتسليط الضوء حول واحد من المشاكل التي عمرت طويلا بمدينة أسفي وتشعبت أيضا كثيرا. مرحبا بك سعد جليل. شكرا. ونشكرك على تلبية الدعوة. شكرا أستاذ، تحية للجميع. كنت أشكر بدوري موقع أسفي الآن على الاستضافة وعلى فتحي لهذا النقاش اللي هو كيتعتبر نقاش اليوم بصفة عامة الأراضي السلالية، بعد ما يعني أصبحت موضوع ديال الساعة لما لديه من يعني بزاف العراقيل وبزاف الأمورات. سعد جليل، كل ما تحدثنا أو كل ما ذكرنا اسم سيدي بوزيد إلا ويتبادر إلى الذهن المواطن الأسفي مشكل الأراضي السلالية. متى بدأ هذا المشكل؟ وما هي تشعباته؟ وكيف تعالجون هذه الإشكالية ديال سيدي بوزيد انطلاقا من الموقع المسؤولي التي تحملتمونها؟ نعم. يعني مشكل ديال جماعة السلالية أهالي سيدي بوزيد، فهو نظرا لأنه دخلوا فيه عدة جهات وعدة اللي استفدت من هذا الأرض، وأنه كان يعني منذ القدم، لأنه هو قبل الثمانينات فهو كان ملك خاص وعنده رقم مسجل في المحافظة العقارية اللي هو 198 زائد، لكن كان هناك واحد الخلل في التسمية بعدما وضعوا الناس 21 وارد يعني الملف ديالهم لدى مصالح المحافظة، فكانت انطلق الصدفة ولا الله أعلم بأنه يعني عطاو ديك قال له باش غتسموه، قال سميه ملك سيدي بوزيد، بالأحرى كانت تسمى بالأسماء ديال هاد الناس هنا في الثمانينات. وبعد ما كانت واحد يعني كانت واقفة عليه بزاف المصالح باش يستعدوا منه، فتحول إلى المهم اليوم حنا كندوي عليه بصفته كملك جماعات سلالية. كانوا فيه كيف قلت لك عدة مصالح، عدة تفويتات، عدة بزاف الحوايج اللي كانت تفويتات. هذا عرضوا ربينا الرجال في 2018، يعني لقيت المسائل كلها تفويتات. ممكن تعطينا شحال المساحة ديال الأرض ديال سيدي بوزيد، وأيضا إذا كان ممكن التحديد ديال الأرض هذا بالنسبة يعني العقد ديال الأرض ديال أهالي سيدي بوزيد، فهو يعني فيه 250 هكتار. هاد 250 هكتار يعني الوزارة الوصية نهار اللي بغات تستافد من سيدي بوزيد خدات 172 هكتار، وهي اللي حددتها ودارت لها التحديد وصبحت كتخضع للملك السلالي. بقات هاد 77 هكتار هي اللي حنا اليوم كان دارت لنا مشكل، لان كان عليها بالفعل تحدد هاد الحدود كامله. اليوم حتى الحدود ديالنا فهي حدود قديمه بالنسبه لهذاك. اليوم راه كاينين الناس اللي هما تملكوا، كاينين الناس اللي داروا استمرارات، كاينين الناس اللي حفظوا، كاينين الناس اللي بزاف الحوايج. يعني هاد الحدود كان عليها تحدد في هذاك الوقت في الثمانينات، ظني جات الوزاره الوصيه وحطاته على انه ملك سلالي، فكان عليه تحددوا كامل. واليوم نقدروا نعرفوا شنو هما الحدود ديالو. حنا حتى بالنسبه للو بلو كاداسترال ديال سميتو، انا يعني واحد 6 شهور ولا 8 شهور باش دافعوا لحد الساعه ما توصلتش به، يعني التصميم الحالي باش نعرف فين شنو كاين وشنو هذا ما عرفناش. بالنسبه ل 173 هكتار كتعتبر معناها تفوتت كامله. انا جيت ما لقيتش شي حاجه، ما فوت، ما بات، ما كان عندي حتى شي، يعني ربما كنائب سلالي كان غير بقي كاينه شي. نعم سعد جليل، حنا كنتكلموا على الملف كملف كمشكل ديال الاهالي ديال سيدي بوزيد، وانت دخلتي عليه على هذا الاساس، هذا بانك دخلتي على اساس انك توجد حل للمشكل ديال الاراضي سيدي بوزيد. تكلمتي على بان كانت هناك مجموعه من التفويتات،
الى اي حد هذه التفويتات احترمت الضخائر والقوانين المنظمه للتفويت الملك السلالي. بالنسبه للتفويتات كانت اغلبها لما طالت على الوثائق اللي كانت اغلب التفويتات كانت كتفوت بالظهر القديم ياك، واللي كيخول الوزير الداخليه الصلاحيه في التفويت. كان بعض المرات كيتقصى النائب السلالي حتى كتسمع راها تفوتت. اخرها هو واحد 63 هكتار، 63 هكتار تفوتات كانت جماعه اسفين كتبات الوزاره الداخليه، وعندي نسخه منها بانها بغات واحد 63 هكتار في الاول ما عرفتش كانوا بغاوها ورفضتها الوزاره الداخليه. في الاخر جاء قرار تفويت 63 هكتار لاقامه مشاريع سياحيه. واش من تاريخ؟ في الثمانينات. يعني مشاريع سياحيه، احنا مع المشاريع السياحيه ومع التنميه تاع المدينه ومع بزاف الحوايج، لكن اليوم كنتفاجئوا بانه يعني ولا مشروع من هذيك المشاريع وقع. يعني تقساو من هاد المسائل هل سيدي بوزيد، بحيث انه اليوم صبحت يعني المجلس البلدي هو داخل في مضاربه عقاريه، خدا 63 هكتار درهم المتر، هو فوت 32 هكتار يعني المدرسه الكليه وباعوا بجوج دراهم. يعني هو بدا استافد وصبح باع اللانسا الله اعلم ب 10 دراهم ولا شنو هي، باع ذاك الفجر والبدر ب 10 دراهم هذوك في الكيمياء دراهم. يعني اصبحوا كيدير مضاربه عقاريه هو نفسه، ولكن هو كان تفوتات ليه المصلحه العامه، المصلحه ديال اقامه مشاريع سياحيه اللي راه ترد الاعتبار لهذيك المنطقه وغادي يستافدوا منها الناس حتى في خدامي حتى في هذه يكونوا منتجعات اللي غادي هنا فين احنا دخلنا شويه سميتو يعني بحال حسينا بضرر وحسينا باقصاء، لان اغلبيه ثلاث سنين اللي راه الله لعب بهم. الى رجعنا الخطاب الملكي ديال 18 اكتوبر 2018 اثناء افتتاح الدوره التشريعيه، فهو يتكلم بتفويت الأراضي السلالية هو من أجل تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق. إلى أي حد أنتم تهضمت حقوقكم؟ بالفعل يعني الحمد لله اليوم بعد ما يعني قام صاحب الجلالة نصره الله بهذاك الخطاب التاريخي اللي رد فيه الاعتبار السلاليين، هنا فين احنا نضنا قلنا ندخلوا تحنا الحوار، رحنا تقسينا راه ما يمكنش منطقة سيدي بوزيد وبهذاك الشكل وبهذيك الجمالية وبشهادة يعني الجميع وحتى من سيدنا الله ينصرو كان ديما كيقوم بزيارة خاصة لهذيك المنطقة وداك الشيء، راه ما يمكنش الناس ديالها والناس يعني اللي من ذوي الحقوق ومن ذوي يتقصوا بهذا القسم. فقلنا ندخلوا للحوار، حنا ما كنقولوش كنريبوا ولا غنقول لك ردوا لينا ولا نقول لا حتى الله عطاه، ولكن كتقول لي كنقول لك تنتقساو وكيولي كيقول لك هادشي تقادم، هادشي تقادم يطلعوا هاد الناس. حنا بغينا حوار بالنسبة لنا الحوار هذا، يعني هنا كاتب جميع المصالح اللي مداخلين في هذا الفن، ولا رد من شي حد باستثناء بكل صدق وبكل امانه غادي نقولوا حنا ما كنجاملوش حد. السيد العامل الاقليم اللي هو اللي كان عنده استقبال ديالي وتحاور انا وياه ويعني وتفهم الامور وكي قال لي حتى هو قال لك اودي هادشي عندكم انتم راه يعني شويه عنده الاقداميه وعنده اليوم باش يعني نقربوا شويه المسافه، واش باقي عندكم شي ارض اللي لابد تستافدوا منها؟ قلنا اليوم كاين راه حنا حسب العقد اللي عندنا 150 هكتار راه باقي عندنا 70 ولا شنو هي. ف يعني كاتبت المسائل درت المساطر اللي تخصها الدار ونط باش ندير واحد التحديد. ملي خرج لنا التحديد مع المهندس ديال التابع لوزاره الوصيه، حاولت لان لقيت في الاراضي لقيت بزاف ديال المطالب وباش ما نعطلش الوقت وباش ما ندخلوش في شي صراعات هذا، حاولت نمشي للارض اللي هي خاويه يونيك خاويه. كنتفاجئ بانه الناس نهار التحديد الناس جاو كيدعيو بانهم ملك ديالهم خاص. حنا كنعرفوا هذاك الملك هل سيدي بوزيد مجاورو هل الشيف. نهار غادي نخرجوا حنا للتحديد ما كانش النائب السلالي ديال هل الشيف اللي ممكن هو اللي غادي يقول اش كاين، تا هو الغياب ديالو يعني على حسب الشيء اللي وصلني انه كيعترف به بانه هذاك راه ملك هل سيدي بوزيد. ناضوا وحدين من هل الشيف
جبدوا وثائق وناضوا داروا المنع، يعني ماشي حتى التحديد خلاوه يكون. لا الا كنتي ملكك وخلي التحديد بعدا يدوز تاع تاع المحافظه، ومن بعد حط التعرض ديالك، حطوا هذا القانون. نطوا نتوما درتوا المنع ما خليتوهمش، قلتوا لهم جبدوا عليهم كذا كذا ملكنا ودخلتوا الدعوه، واللي ارضه راه كيمشي للمحافظه ويحط التعرض ديالو في المحافظه. قلنا علاش درتوا وقفه امام المحافظه؟ علاش رفضوا؟ لانه وثائقكم ما مبنيش على الاستناد. انا كنقول لك واش عندك عرفتي؟ لا، عطيني اصل الملك، عطيني اصل الملك، هذا اللي باع لك يعطيك اصله، هذا القانون. انتم مشيتوا باش تحطوا داكشي للمحافظ، وعلاش كتنسبوا لواحد الجد اللي هو واش ما تقربتوش ليه كاع من نهار تما الى يومنا هذا؟ ما تقربتوش ليه؟ حنا ما يمكنش لنا نتقربوا ليه لانه تحددت بصفه انها ملك سلالي وتحت الوصايه تاعت وزاره الداخليه. اما انتوما واش عندك جدك من الف من القرن الثاني عشر ولا ما عرفتش شنو هو وما ما تقربتيش ليه؟ هنا نضنا دخلنا عاوتاني فواحد دعونا الدعوه وخرج عندنا القائد يعني استاذ المحكمه قاضي ودار تحديد وداكشي، رغم ان لقيت انا صعوبات في التحديد ديال يعني الجيران وداكشي، داكشي قديم وداكشي ما يمكنش فيه. فاحنا قلنا لهم اخويا اعطونا غير اصل الملك باش انتم شاريين. راه كانت الناس راه من واحد الوقت هذا هو الخلل اللي كان وقع، راه كانت الناس كتستغل، الناس كانت عندها هاد حسن النيه ولا ما بينا لنا ما ولاد عمنا بعدا هاد الشيء فهم الامان ديالنا. راه كيدابا اللي المشكل اللي فاتت حنا انه كيدابا اللي حنا سلالي من هاد سيدي بوزيد وسلالي حتى من هاد الشيف، ولا كيبان ليه هاد سيدي بوزيد مقاعد والو، ولا خاصو يمشي لهاد الشيف، ولا خاصو يحاربك انت نيت. اذا المشكل عندكم دابا غادي وكيتقوى اكثر، المشكل غادي وكيكبر. اذا في الاول كان عندكم مشكل مع القانون، مع السلطات الوصايه اللي بغينا نسموها، الان كيظهر مشكل هو مع اطراف اخرى، مع جماعه سلاليه. لا ماشي مع الجماعه السلاليه، نائب سلالي. لا 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 غير لا ماشي نائب سلالي، نائب سلالي قلت لك ما حضرش. اذا اللي كيمثل الجماعه السلاليه ديال الشيف ما حضرش، هادو ناس من الشيف هما اللي ناضوا خرجوا كيقول لك هذا راه ملكنا الخاص. قلنا لهم حنا ما كنتوش تاع الناس، حنا كنعرفوا بشهاده الجميع انه ملك سيدي بوزيد. يعني استغليتو واحد الفتره درتو ليه الله اعلم وراقي باش ديرو، ماشي غير هما، راه كاينين حتى من السلاليه ديال سيدي بوزيد استغلوا ديك المنطقه وداروا ليها. كيفاش وصلوا انهم يحفظوها وداك الشيء؟ هذاك الشيء ما نقدرش نعرفه. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.